انت مختله. كل الاكتشافات العظيمه بدات بفكره مجنونه. وده اكتشاف عظيم. انا عارفه انه لسه كتير، بس لو الاقي دليل، اشاره، اي لغه يونانيه في المعبد وبعد ليها اللي يكمل، وبقى انا ينتبهي فاضل انك اكتشفت مقبره الاسكندر الاكبر. دي حاجه مهمه قوي بالنسبه لي، لازم محمود اروح معبد. عاوز اروح معبد اسكندر ضروري عشان يبقى عندي اكتشاف عظيم باسمك. حقي حقي بعد تعبي في واحه. تعبي تعبت في ايه انت؟ اللي تعبان حي الراجل اللي هيموت بسببك. بسببي انا؟ لولا جارك ورع وهام ما كانش جراله اللي جراله. ده كده وقدر، انا ذنبي ايه؟ انت قلت لي روحي معبد. ذنبك انك ما بتشوفيش غير نفسك، ما بتسمعيش غير صوت نفسك، ما تعرفيش غير نفسك. انا 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 ناسي الراجل اللي بينزع في الموت وبتفكري في واحد ميت. الميت ده هيجيب خير للواحة كلها. مش عايزين، مستغنيين. ريحي نفسك وريحيني من همك. لا لا لا، هما بس مش فاهمين. انت لو تساعدني نفهمهم، يمكن لما يفهموا، يمكن 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 يقتلوني زي ما قتلوا اللي قبلي. لو انت مش عناني هتفكر في الخير للكل. اللي انا بقوله ده يجيب خير للكل. انا جاي اخد خيرهم وادي للانجليز. عمر خيرنا ما كان لينا، ولو الاكتشاف العظيم بتاعك ده جاب خير هيقع برضه في عيب الانجليز. حتى البلح والزيتون مش سايبينه لهم.